السلام عليكم واهلا وسهلا ومرحبا بكم فيديو جديد على القناه، واللي كنتمنى انه يلقاكم على خير وفي احسن واطيب الاحوال نتوما والعائلات والاقارب ديالكم. اليوم جبتكم الايكيا، غنساليكم فيها شويه وتعرفوا معايا على اهم العروض اللي عندهم في قسم المبيعات، وكذلك لي زارتيكل الجداد اللي يلاه جابوا في الاواني بحال لي ماك الكبار ديال القهوه، دخلوا في مشكلات كثيرين وبديكولور واحجام متنوعه، وكاينين لي كاغاف اللي يمكن لكم تقدموا فيهم العصير والحليب او الماء. ونزلت لكم حتى العروض اللي عندهم حاليا في الصحون والزليفات ولي بلاطو، وتشكيله مهمه من الاواني، واللي اكيد اننا كنا كنبغيو نتعرفوا على الجديد اللي كاين فيهم مع الاثمنه ديالهم بالطبع. وجابوا الجديد في الديكورات، مثلا لي كاشبو لي فازو الشمع السامبل، وحتى اللي كيجي في كؤوس وبعطور مختلفه. المهم درت معكم جوله وحاولت نزل لكم كل لي زارتيكل اللي جداد باش تاخذوا فكره عليهم عن قرب، وبارطاجيت معكم حتى العروض اللي دايرين في الخزانات والرفوف ديال الحمام. عندهم موديلات كثيرين وكلهم غزالين بزاف، والجوده ديالهم فعلا ممتازه. فيهم اللي مصنوع من الخشب وفيهم ديال الميتال، والاثمنه ديالهم ماشي نفسهم، اكيد كتختلف على حسب كل شكل. كاينين اللي مابلسوا لافابو، كاينين الرفوف اللي يمكن لكم تنزلوهم في الحمام اولا تعلقوهم في الحائط، وكيساعدوا بزاف في التنظيم، سورتو الاغراض اللي كيكون الحجم ديالهم صغير، مثلا المقبضات ديال الشعر ولي بانسو والكريمات ولوازم الاستحمام، فكيجي الشكل ديالهم زوين بزاف اكثر الى نظمناهم داخل الرفوف والخزانات. واهم حاجه انهم كيبقاو مرتبين وواخدين بلاصتهم بلا ما تضطروا انكم تفتشوا عليهم. ويمكن لكم ديروا في هذه المنظمات حتى سليلات صغار فيهم الفوط مثلا، وكيضيفوا لمسه راقيه ومميزه للحمام ديالكم. وغتلقاو في هذه الجوله حتى الزرابي والمنظمات وعده منتجات غنخليكم تعرفوا عليهم في الفيديو اليوم، واللي كنتمنى من كل قلبي انه ينال الاعجاب ديالكم وتاخذوا منه ولو بعض الافكار على الجديد والعروض اللي في ايكيا. ما تبخلوش عليا من لايك ديالكم وتعاليقكم والبارتاج مع الاقارب والاصدقاء باش تعمل فائده على الجميع، وكذلك الاشتراك في القناه الا كنتوا اول مره تشاهدوا شانيل ابتسام. كنتمنى لكم فرجه ممتعه، خليتكم على خير.